السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وما ناقصكم خير. مرحبا بكم في القناه ديالي، قناتي وقناتكم المتواضعه. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الكريم مالح بحشوه اقتصاديه، كيجي زوين صراحه، كيجي زوين بزاف. المهم ماشي قصد ديالي انني نشارك معكم الكريم، ما ديجا قلت لكم في فيديوهات وحدين اخرين انني غير كندير معكم اي حاجه درتها، اي حاجه درتها كيما كانت كنعمر وقتي معكم، وكنتمنى تشجعوني ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. المهم على بركه الله نشد الخلاط الكهربائي ديالي، غادي ندير فيه كاس تاع الماء. عندي هنا كاس تاع الحليب، قلنا كاس تاع الماء، كاس تاع الحليب، كاس هادي عشق كبيرة تاع جبلي، تقدرو تستعملو أي جبن واحد آخر. عندي هنا الملح والبزار، عندي جوج بيضات، كيسين تاع الدقيق، جوج كيسان بنفس العبار. و كيما قلت لكم كنتمنى نكون خفيفه عليكم ونكونوا زعما كدوزوا معايا وقت زوين. هذا هو الهدف ديالي، كيما قلت لكم الهدف ديالي ماشي نعلم شي واحد، ماشي ندير شي حاجه باش زعما يعرف شي واحد، ولا راني عارفه كاع الناس تبارك الله كاع العيالات المغربيات راهم طوب. انا غير كما قلت لكم كنشارك معكم اي حاجه درتها، كنشارك معكم العشيه ديالي كيفاش كدوز، شنو كنوجد للفطور، داكشي اللي هو بسيط وشي حاجه اللي هي سهله. دابا غادي غادي نطحن المكونات ديالي ونرجع معكم. المكونات ديالي بعد ما طحنتهم، ها هو ده هو القوام ديالو، ما كيحتاج يتحنوا مباشره، غادي ندوز نطيبو ان شاء الله. هاني بديت كنطيب الكريب ديالي.
عندي هنا بصلة كبيرة اللي قطعتها هكا طريفات صغيورين، يعني شلطتها، زدت عليها الزيت تاع الثوم، حيت غادي نديرو الثوم، داك الزيت تاع الثوم هو فاش غادي نديرها البصلة، نزيد شوية تاع البصل. بعد ما طاحت البصله ديالنا شويه، زدت هنا شويه التربيط وشويه التحميره. هنا من بعد ما طاحت البصله مزيان، نزيد هنا هذا الطون اللي عندي. هنا غنزيد الكاشير صافي، نخفق البوطه ديالي ونخلطو مزيان وندوزو نعمر الكريب ديالنا. عندي هي هنا الحشوة اللي طيبت، وعندي هنا الفرماج الأحمر، وها هو الكريب ديالنا بعد ما طاب، وعندي المول هنايا. دابا إن شاء الله غنبدا نعمر فيه. بسم الله، دابا غادي نبدا. نعمرها وندير ليها شويه تاع الفرماج، نزيد عليها واحدة اخرى من الفوق. نعاود نفس الحاجة، نسيني واحدة أخرى، ضروري دير ثلاثة ولا أربعة على حسب، دير فيهم أنا غير ثلاثة. غادي نديرو ليهم بحال هكا. نقطعوها شوية، نقطعوهم ونحطوهم في المول.
درت هنا في المول نشطو اللي درت عليه الفرماج انا غادي نزيد له شويه تاع الفرماج مازال ومن بعد غادي ندخلو الفران ان شاء الله ها هو من بعد ما زدت عليه الفرماج غادي ندخلو دابا ان شاء الله الفران وملي وجد نشوفو مع بعضياتنا المهم البنات هذا هو الكليب ديالنا من بعد ما وجد راه كيجي زوين بزاف من بعد ما درتو في الفران داب عليه الفرماج راه كيجي زوين كنتمنى يعجبكم وتكون لا فيديو ديالي نالت الاعجاب ديالكم ونتلاقاو في لا فيديو القادمه ان شاء الله وبصحه فطوركم المهم بعد ما فطرنا كما العاده دزت نغسل الماعن راكم عارفين الماعن تبارك الله فاطمه مدن واخا كيكون بنادم قليل ولكن الماعن كيكونوا كثار ايوا هادشي اللي كان كنتمنى لا فيديو ديالي تنال الاعجاب ديالكم ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم وإلى عجبتكم ما تنساوش تخليوا لي تعليق ولايك واشتركوا في القناه ديالي نخليكم الى فيديو جاي ان شاء الله